بعيدا عن العمل المينائي نتحول الى العمل الرياضي ودعم الشركه الى نادي الميناء الرياضي، وخصوصا يعني الموسم الكروي المقبل ان شاء الله. هناك خطه وضعتها الشركه؟ نعم، بالنسبة للشركة العامة لمواني العراق داعمة ماليا ومساندة لنادي الميناء، وخصوصا حينما نكون نحن رئيس لنادي الميناء اجتمعت الهيئة الإدارية لأكثر من مرة من أجل وضع خطة صحيحة لاختيار المدرب الجديد وبنفس الوقت اختيار اللاعبين المحترفين، كوننا بالوقت الحالي انتقلنا من فرق الدرجة الأولى إلى الممتاز ونصب إلى أن نكون من المنافسين. الشركة العامة لموان العراق عريقة ونادي الميناء عريق، وبالتالي البصرة تستاهل أنه نحافظ لها على تراثها في نادي الميناء كشركة، وخصوصا أنه هذا النادي يحمل اسم الشركة العامة لموان العراق، وهناك ارتباط روحي ووجودي بين الاثنين، والجماهير البصرية تنظر إلى الاثنين، تنظر إلى الهيئة الإدارية وتنظر إلى إدارة الشركة، ونحن داعمين ماليا وروحيا، وكل التفاصيل إن شاء الله مهيئة من أجل أن يكون نادي الميناء في صدارة الدوري الممتاز.